الرئيس السيسي وأهل الأردن يبحثان الأوضاع في غزة ويأكدان الرفض الكامل للتصعيد. الأونروا تحذر من أن خدماتها في غزة والضفة الغربية أصبحت مهددة بسبب وقف التمويل. رئيس الوزراء يؤكد أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة هو شراكة وليس بيع أصول، وسيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين. الإخبارات المفصلة من نيل الأخبار والفضائية المصرية، أهلا بحضراتكم. مرحبا بكم. وإلى التفاصيل، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية. تبنى الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، وناقش الزعيمين جهود إنفاذ المساعدات إلى القطاع في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية، كما تم التأكيد على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل. وشدد الزعيمان على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل أساس أي جهود لاستعادة السلم في الإقليم، وذلك بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ناقش وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته الكندية ميلاني جولي سبل التعامل مع التحديات المتعلقة بالوضع في قطاع غزة. جاء اللقاء على هامش باجتماعات مجموعة الـ20 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث دار نقاش مستفيض حول سبل التعامل مع التحديات ذات الصلة بالوضع في غزة. واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة في اليوم 140 من العدوان على القطاع. وقد أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29,514 شهيدا، فضلا عن إصابة 69,616 شخصا، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ما زال التوتر يتصاعد في غزة، ما بين إبادة ونزوح وتجويع، والأزمة الإنسانية تصل إلى ذروتها في القطاع. ففي اليوم 40 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي، وصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة اليوم. وأسفرت حملة الإبادة عن وقوع ما يقرب من 100,000 ما بين شهيد وجريح، فضلا عن خطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين والتلويح باجتياح رفح. وقد حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، حيث أن إسرائيل تتعمد تعذيب النساء والأطفال وتمنع دخول الأغذية والأدوية في انتهاك واضح للقانون الدولي، مشددا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل عاجل وخضوع كل المسؤولين عن ذلك للعدالة. وأضاف لازاريني في الرسالة: إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم أن الوكالة وصلت لنقطة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. اليوم 40 بعد 100، ولا تزال غزة تحت وطأة سياسة الإبادة الإسرائيلية والتجويع والنزوح. إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية، وكل يوم يمر تزداد فيه هذه الانتهاكات الإسرائيلية. أعلن المفوض عام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار. ويأتي ذلك في ظل دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين للوكالة في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة. مع
دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة، أعلن مفوض عام الأونروا أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار. المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني حذر في رسالة وجهها لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبح الآن مهددا بشدة. ورغم إنهاء الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين من قبل إسرائيل بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس، وبدأت تحقيقا داخليا وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بمهمة تقييم الأونروا وحيادها السياسي، تظل دعوات إسرائيل لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين. ورغم أن إسرائيل لم تقدم أي دليل للأونروا حتى الآن يثبت مزاعمها، فقد علقت 16 دولة تمويلها الذي يبلغ إجمالي 450 مليون دولار وفق ما قال فيليب لازاريني، محذرا من أن أنشطة الوكالة في جميع أنحاء المنطقة ستكون معرضة لخطر كبير ابتداء من شهر مارس القادم. وسيتسبب توقف أنشطة الأونروا في قطاع غزة في تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع الذين يواجهون مجاعة كارثية مع استمرار حجب دولة الاحتلال دخول المساعدات ونقص المواد الضرورية للعيش، والتي جعلت البعض يلجأ إلى علف الحيوانات لإطعام أسرهم. بنشتري العلف تبع الحمير والدواب الله يعزك، وبنعجنا وريحته عاطله بصيبنا نقص، بصيب الاولاد سهال نتج، وبصحوا يفيحوا جعانين، من وين نجيب لهم اكل؟ من وين نجيب لهم شرب؟ الوضع صعب كتير كتير، لما مش الحياه للاطفال ياكلوا يشربوا. يعاني الفلسطينيون النازحون الذين يحتمون بمدرسه بمخيم جباليا المنكوب بالحرب في شمال غزه، ويكافحون نقص الاغذيه مع ندوب امدادات المعونات الانسانيه تحت طقس بارد وممطر يهدد حياتهم. اللي بيصيحوا بعدين بيصيحوا يا جماعه مش عارفين نطعمهم ايش، اللي بيعملوا معروف في العالم يا ناس. ووفقا لبيانات الامم المتحده فان انهيار الامن جعل من الصعب بشكل متزايد توزيع الموارد الغذائيه التي تعبر الى غزه، حيث يواجه 2,300,000 شخص مجرد أزمة مستويات الجوع. أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش في تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار أن أي حديث عن قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية غير مقبول على الإطلاق. كذلك رفض مستشار الرئيس الفلسطيني خطة اليوم التالي الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة. الشعب الفلسطيني الذي يبلغ بالملايين داخل الأرض الفلسطينية وخارجها لا يمكن أن يقبل باستمرارية الاحتلال، ولا يمكن أن يقبل بأي حل ينتزع منه حقه السيادي الوطني الشرعي والقانوني في قيام دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض التي أقرتها الشرعية الدولية بما يشمل قطاع غزة. وبالتالي أي حديث عن قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية غير مقبول وطنيا، غير مقبول فلسطينيا، ولا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أي نوع من السلام أو الاستقرار. قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجلس وزراء الحرب خطته لما اعتبره إدارة قطاع غزة للمرحلة التي تلي انتهاء الحرب والقضاء على حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القطاع. ومن جانبها أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن قطاع غزة لن يكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تنجح في محاولتها لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة. في تحدي جديد وبلغة غامضة قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطته لمجلس الوزراء الأمني لإدارة قطاع غزة
في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب والقضاء على حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القطاع. الخطة تتضمن مجموعة من الإجراءات التي تحدث عنها نتنياهو منذ بداية العدوان على غزة، ولكن هذه المرة الأولى التي يتم تقديمها رسميا إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي. فنتنياهو أحجم عن إجراء أي مناقشات في مجلس الوزراء الأمني بشأن ما يسمى بخطة اليوم التالي، في إشارة لإدارة غزة ما بعد الحرب لأكثر من 4 أشهر، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى حدوث انقسامات في الائتلاف الحكومي. الخطة لم تشر إلى السلطة الفلسطينية ولم تستبعد مشاركتها في حكم غزة أيضا، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي اكتفى بالقول إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي للعودة لإدارة قطاع غزة، بينما أشار في أكثر من مرة رفضه لحركة فتح التي يرأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وعوضا عن ذلك، تنص الخطة على أن الشؤون المدنية في غزة ستتم إدارتها من قبل مسؤولين لهم خبرة إدارية وغير مرتبطين بدول وكيانات تدعم ما تصفه بالإرهاب. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن حي الزيتون شمالي مدينة غزة مرشح لتنفيذ الخطة، التي بموجبها سيقوم التجار وقادة المجتمع المدني هناك بتوزيع المساعدات الإنسانية. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سيوفر الأمن حول حي الزيتون، ووصفت التوغلات المتجددة لقوات الاحتلال هناك بأنها تهدف إلى القضاء على معاقل حماس هناك التي تعرضت لضربة شديدة في المراحل الأولى من الحرب. من جانبها، رفضت منظمة التحرير الفلسطينية خطة نتنياهو، كما وصفتها حركة حماس بأنها إعادة احتلال من إسرائيل لقطاع غزة الذي سحبت منه قواتها ومستوطنيها عام 2005. بدورها دعت الولايات المتحدة لتنشيط السلطة الفلسطينية لتحكم غزة في مرحلة ما بعد الحرب وليس تنحيتها. أعلن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة طرح وحدات سكنية بمدينة رفح الجديدة أمام المواطنين خلال الأسبوع المقبل. جاء ذلك خلال افتتاح محافظ شمال سيناء رفع كفاءة 20 منزلا في قرية الخروبة في مركز الشيخ زويد وتسليمها للمواطنين. القيادة السياسية المصرية معنية ومهتمة اهتماما شديدا بالمواطن السيناوي، فبعد تطهير شمال سيناء من الإرهاب الأسود، ها هي الدولة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإسكان ومحافظة شمال سيناء تقوم بتسليم أهالي قرية الخروبة بمنطقة الشيخ زويد 20 منزلا بدويا على أعلى مستوى بتكلفة تقترب من 32 مليون جنيه. بنفتتح ده نموذج اللي احنا شايفينه النهاردة، ده النموذج ده متكرر في اكتر من قرية. احنا النهاردة في قرية الخروبة بنفتتح المنازل اللي اديرت بسبب الارهاب، وايضا بنفتتح البيوت البدوية اللي اديرت، المساكن العمارات اللي موجودة عبارة عن شقق، واحنا في المكان اللي احنا افتتحنا فيه دي عبارة عن منازل بدوية. المنزل البدوي ده تقريبا مساحته 120 متر. وزارة التضامن الاجتماعي لم تكتفي برفع كفاءة هذه البيوت فحسب، بل وسعت من خطة الحماية الاجتماعية لهم وتذليل كافة العقبات أمامهم وإنشاء وحدة للتمكين الاقتصادي بمنطقة الشيخ زويد. معالي الوزير عملت استثناءات بجميع أشكالها لأهالي القرى العائدة في الشيخ زويد بالنسبة لتكافل وكرامة، وشملت مظلة الدعم والحماية الاجتماعية لكل الأسر اللي رجعت بتكافل وكرامة بدون قيد ولا شرط لحين توفيق أوضاعهم. أهالي قرية الخروبة بمدينة الشيخ زويد أعربوا عن شكرهم العميق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إدراكا منهم بما يقدم لهم من اهتمام ورعاية كبيرة. نشكر السيد الرئيس والسيد الوزيرة وسيادة المحافظ، والصراحة احنا كنا دلوقتي هنجيب العفش ونقعد هنا، كنا هنا أول ما دخلنا القرية كان البيت منظر لا نقدرش نعيش فيه، فصار سبحان الله اجت من وزيره وطلبنا منها ونفذت هي والسيد الوزير والسيد الرئيس ان شاء الله. نشكر الدوله ونشكر جميع المسؤولين على هذا الخدمه. متشكرين للوزيرة وللوزير وللمحافظ والرئيس كله، الف 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 شكر لكم. اوجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اوجه الشكر للقوات المسلحه وشرطتنا الباسله وابناء سيناء الشرفاء
اللي تكاتفوا يدا بيد وقضينا على الإرهاب. بعد أن نجحت الدولة المصرية في القضاء على بؤر الإرهاب بشمال سيناء، حان وقت البناء والتطوير والتغيير. 20 مسكنا بدويا ريفيا لائقا يسلم لأهل قرية الخروبة بمنطقة الشيخ زويد، تأكيدا من مصر على الاهتمام الشديد بالمواطن السيناوي وأيضا إعادة تسكينهم وتوطينهم من جديد في أماكن لائقة. من قرية الخروبة بالشيخ زويد بشمال سيناء، محمد عبد الصبور، النيل للأخبار. قال ممثل تونس في مرافعته الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، قال إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. كما أكد ممثل تونس أن حق الشعب الفلسطيني في الوجود غير قابل للنقاش، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تحدث بشكل يومي دون رادع. ومن المقرر أن ينهي غدا ممثلو 52 دولة مرافعاتهم الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي السياق يواصل ممثل 52 دولة مرافعتهم الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال المرافعة الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، قال ممثل النرويج إن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي، فيما أشار ممثل سلطنة عمان إلى أن الاحتلال يعمل على تغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي المحتلة. إسرائيل في قفص الاتهام، تمثل أمام محكمة العدل الدولية في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في جلسات علنية شاهدة على فظائعها، في لحظة انكشف فيها الضمير العالمي ليعبر عن عنصرية وفساد دولة الاحتلال. عقود من القمع والإذلال عاشها الشعب الفلسطيني تحت آلة القمع الإسرائيلي ارتكب خلالها ولا يزال أسوأ جرائمه على الإطلاق في قطاع غزة. اليوم وفي غزة العالم ولمدة 4 شهور يشهد على أسوأ الفظائع وأسوأ أشكال الإبادة الجماعية في العصر الحديث، حيث يستشهد أكثر من 29,000 فلسطيني ويجرح أكثر من 60,000 فلسطيني، بالإضافة إلى تهجير 2.2 مليون يعيشون تحت ظروف لا تطاق. وخلال مرافعته أكد ممثل دولة قطر مطلق القحطاني أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي، حيث شدد رفض بلاده ازدواجية المعايير، كما أضاف أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار محكمة العدل الدولية ورأيها. أما مملكة النرويج فقد أكدت على لسان ممثلها أمام محكمة العدل الدولية أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، وأن غزة والضفة الغربية أرض محتلة بغض النظر عن أي انسحاب إسرائيلي. وضع الاحتلال الإسرائيلي الذي يتوقع بأن يكون احتلال مؤقت، لأنه لا يمكن لدولة محتلة أن تفرض سيادتها على الأراضي التي تحتلها أو أن تقوم بضم أراضي تلك البلد. إن هذا يقوم على افتراض بأن الاحتلال لأراضي الغير يكون عرضي ولفترة زمنية محددة. يعد إحالة إسرائيل وجرائمها إلى محكمة الأمم المتحدة بمثابة تذكير صارخ بإحجام المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف قانوني حازم ضد محنة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة لأن يتحرر من عقدة حماية إسرائيل والتوقف عن تبرير جرائمها. شاء
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مع الجانب الإماراتي لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وخلال مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع أكد رئيس الوزراء أن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة سوف يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين. كما شدد على أن المشروع هو شراكة وليس بعيد الأصول. أكبر صفقة للاستثمار المباشر في مصر أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقب التوقيع على اتفاقية الشراكة بين مصر والإمارات لتنفيذ مخطط تنمية رأس الحكمة، والذي يشمل تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة في الساحل الشمالي. هذا التجمع العمراني، شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم شركة رأس الحكمة، تكون شركة المشروع وستكون شركة مساهمة مصرية، ستكون هي الشركة، نقدر نقول زي الشركة القابضة أو الشركة الأم اللي بتطور هذا المشروع. المشروع ده هيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، فنادق عالمية على أعلى مستوى، منتجعات سياحية، مشروعات ترفيهية عملاقة تبقى موجودة، بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية اللي بنلاقيها في كل مدينة، مدارس، جامعات، مستشفيات، مباني إدارية وخدمية، بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة هيبقى فيها صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية علشان المدينة، بالإضافة إلى حي مركزي للمال والأعمال علشان يستقطب الشركات العالمية اللي تبقى موجودة من كل حتة وهتبقى بترغب انها تبقى متواجدة في هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك المدينة هيكون فيها مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية. كما أعلن مدبولي أن مشروع تنمية رأس الحكمة يجذب استثمارات لمصر بنحو 35 مليار دولار، وأن مصر ستستفيد بنسبة 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه. الصفقة زي ما قلت لحضراتكم هتتضمن شقين، شق جزء مالي يسبب كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع طول مدى المشروع سيكون للدولة المصرية حصة من أرباحه. نأتي للشق المالي وهو المقدم، سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، هيخصمه على دفعتين. الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار. وعشان أشرح لكم تفاصيلهم حتى هيبقوا عبارة عن إيه، بالنسبة للدفعة الأولى اللي هي 10 أو 15 مليار ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الشركة أبوظبي القبض عن جزء من الودايع اللي كانت موجودة في البنك المركزي. احنا عندنا ودايع هنا في البنك المركزي 11 مليار دولار لدولة الإمارات، فحنستخدم في الدفعة الأولى 5 منهم حيحولوا من دولار إلى جنيه مصري عشان تستخدمهم شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، وبالتالي كده بيدخل استثمار أجنبي مباشر إجمالي 15 مليار في الدفعة الأولى، بعدها بشهرين 20 مليار. كما صرح رئيس الوزراء أنه سيتم ضخ ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، وأن هذا المشروع سيدعم خطة الدولة في جذب نحو 40 مليون سائح، كما أنه سيوفر الملايين من فرص العمل. بخلاف هذه الأموال الجانب الإماراتي اللي متوقعه انه هيستثمر علشان ينمي هذه المدينة طوال مدة المشروع ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم ضخهم طوال مدة تنفيذ المشروع. كما اكد مدبولي ان مشروع تنمية رأس الحكمة هو رسالة ثقة في الاقتصاد المصري. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن تركيز الدولة خلال الفترة المقبلة سيكون على الاستثمار في الصحة والتعليم. التركيز
في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على فقط قطاعي الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة. أنا بأكد على هذا الموضوع، الصحة والتعليم لهم الأولوية الكبرى على مدار الفترة القادمة، بالإضافة طبعا لمشروع حياة كريمة اللي بيخدم 60 مليون مواطن من شعب مصر، واللي بيعتبر من أهم المشروعات القومية اللي بتنفذها الدولة المصرية. فبالتالي بالتأكيد قطاع الصحة والتعليم مع توفير هذه الموارد هيكون هو المستفيد الأكبر إن شاء الله. رئيس الوزراء أكد أن دعم القيادة السياسية المصرية والإماراتية وراء خروج مشروع تنمية رأس الحكمة في هذا التوقيت. أحمد أبو الحسن، أمين للأخبار. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور محمد الشرطفي الخبير الاقتصادي. دكتور الشرطفي أهلا بك. اهلا بحضرتك. يعني كما تابعنا السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى منبولي اكد ان هذه الصفقه هي شراكه وليست بيع اصول. برايك دلاله هذه الصفقه في التوقيت الحالي الذي تقوم فيه الدوله بجذب الاستثمارات الخارجيه؟ الحقيقه الصفقه النهارده اللي قال عنها دوله رئيس الوزراء صفقه كبيره، هي اكبر صفقه تمت في تاريخ مصر، 35 مليار دولار قطعه واحده. ليست كما يدعون انها بيع، لكنها شراكه على ارض مصريه واستغلال لاصول غير مستغله، لان هذه الارض كانت موجوده ارض رمال لا توجد عليها مشروعات، فتحول هذه الارض الان الى مشروعات زراعيه ومشروعات سياحيه ومشروعات صناعيه، وبالتالي في هذه الحاله تضاف الى مجمل الناتج الاجمالي وتساعد في حل مشكله الاقتصاد الوطني. اما عن المبني للزمن بتاعها، اليوم النهارده اليوم الاقتصاد المصري بيعاني من شح دولاري، بيعاني من بعض المشاكل المرتبطه بالاقتصاد العالمي والظروف الدوليه والعالميه، ومن حق الدوله انها تبحث عن مسارات جديده وطرق جديده. الدوله النهارده عقبانيه بنيه تحتيه كبيره جدا، ومن حقها انها بتستقبل احد اهدافها استقبال الاستثمارات او الترويج للاستثمارات. وعندما تقوم الدوله بترويج مشروع زي مشروع راس الحكمه، اعتقد انه نجاح للدوله في جذب استثمارات مختلفه. المبلغ بتاعه اولا هو عباره عن 35 مليار دولار بتقديره خلال شهرين، وكمان 150 مليار دولار تكلفه المشروع خلال سنوات انشائه. معنى ذلك ان في 200 مليار دولار بيجي في الاقتصاد المصري بيضحوا في الخزانه المصريه، بيعملوا عده حاجات. اول حاجه 35 مليار دولار دول 22 مليار سيوله بيخش البنك المركزي، و11 مليار بيخفضوا الديون وبيتحولوا من ديون الى جنيه مصري عشان يصرفوا على المشروعات منهم. اذا هنا تخفض الدين وفي نفس الوقت ضخ المبالغ النقديه في خزانه الدوله على اساس من الدولار، بتعمل حاجتين. اولا بتستطيع الدوله في هذه الحاله انها توفر احتياجاتها الماليه. النقطه الثانيه انها تعمل صدمه كبيره جدا وتعمل خلل الفجوه التمويليه، وهتؤدي الى ضربه قاسيه في اسعار الدولار المرتهبه نتيجه افعال المضاربين، وهذا اهم ما في الموضوع. النقطه الثانيه الحقيقه هو تاثيرها في الاقتصاد المصري ككل. واحد ان هذا الامر هو عباره عن 8 مليون سائح سنويا بيجيبوا دولارات، هذه الدولارات بتدخل خزانه الدوله، بتزود موارد الدوله من النقد الاجنبي كل سنه. في نفس الوقت كمان ان المشروع بيدفع 35% من ارباحه او من العائد بتاعه للدوله المصريه، بيروح خزانه الدوله في ضوء الايرادات الموجوده اللي هي بتخش برضه بتعالج الانفاقات او الدوله بتصرف عليها. النقطه الثالثه وهو تاثيرها على العماله، بمعنى ان هذا المشروع مشروع كبير، وبالتالي عدد العاملين في هذا المشروع هيكون اكبر، وهنا هيبقى عندنا حاجتين. الحاجه الاولى عماله منتظمه، عماله المشروعات الموجوده حاليا اثناء انشاء المشروع، وشركات مصريه من مقاولين وغيره بتنشئ هذه المشروعات، مما يزيد من معدل دوران راس المال ويزيد معدل الانشطه، وايضا يولد دخول لفئات غير قادره على العمل واصبح قادره على العمل. النقطه الثانيه استمراريه المشروع سنوات مختلفه، اعتقد هذا المشروع هيكون فيه على الاقل حوالي 500,000 عيد عامله، واعتقد ان هذا الامر يمثل قضيه كبيره جدا للدوله المصريه. الامر الاهم من ذلك وهو ان هذا المشروع سيزيد من معدل الناتج الاجمالي للدوله المصريه، وبالتالي يحسن من ادائها
وبالتالي يزيد من القوة التنافسية. الأخيرة بقى وهو أن هذا المشروع ليس سياحيا لكن تبع سياحيا يستخدم الأمواج، لكن هو مشروع صناعي، معنى ذلك أن في شركات صناعية واستثمارات وتركيز صناعة، ومشروع زراعي معنى ذلك أن هناك شركات أو هناك استصلاح أراضي في هذا الأمر، مشروع تجاري كمان في تجاري في المولات وغيره. صحيح. كمان هو مشروع في كافة قطاعات التنمية الأخرى ليست السياحية فقط ولكن الصناعية والزراعية، بما يخدم خطة الدولة للتنمية وأيضا يخدم الخطة التالية التي أشار إليها السيد رئيس الوزراء والمتعلقة بالتركيز على النهوض بالصحة والتعليم فيما هو قادم. شكرا جزيلا على هذه المشاركة الدكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. الهيئة الطبية الإنجيلية عضو التحالف الوطني تطلق قافلة طبية بقرية كفر ميس بمحافظة القليوبية. في هذه النشرة مع الأمير داود. إليك أمير. شكرا جزيلا لك فاطمة. شكرا لكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم وأبرز ما نتابعه فيها. الحكومة تؤكد التزامها بتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال. أكد وزير المالية محمد معيط التزام وزارته ببذل كل ما في وسعها من أجل تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال. كما أشار معيط إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة نافذة تساعد الوزارة في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تمتلك بيئة مهيئة للاستثمار. وخلال لقائه مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوهر ومدير الإدارة العامة للجوهر والتوسع في المفوضية الأوروبية، استعرض جمال الدين الجهود التي بذلتها مصر بمؤسساتها المختلفة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار. وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر هذا العام بمشاركة الاتحاد الأوروبي. تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للمنسوجات والغزل والنسيج الذي يشارك فيه أكثر من 1190 عارضا من 20 دولة من جميع أنحاء العالم. المعرض يضم العديد من منتجات الصناعة المصرية في صناعة الغزل والنسيج وماكنات الصناعة والطباعة. في ذواته 74 تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للمنسوجات والغزل والنسيج بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية وأفريقية وأوروبية. المعرض المرادي فيه حوالي 480 شركة مصرية من ملابس ومعدهم من الأقمشة، شركات أجنبية حوالي 20 دولة مشاركين في الموضوع المستلزمة للإنتاج والأقمشة. المعرض المرادي الدورة دي رقم 74 دورة مهمة قوي، لأن استقطبنا اكثر من 250 زائر اجنبي عملوا تعاقدات مع الشركات المصريه الموجوده. رفع شعار صنع في مصر من خلال الصناعه وزياده التصدير وتقليل الاستيراد من الخامات لتوفير العمله الصعبه، فضلا عن مواجهه التحديات التي تواجه الصناعه المصريه، ابرز ما اكد عليه العاملين في مجال الصناعه المصريه. المنتج المصري بقى منتج مميز جدا وبيتميز بالجوده وبيتميز بالسعر المنافس، وده الحمد لله نتيجة عدة قرارات أصدرتها الدولة على مدار الأربع أو خمس سنين اللي فاتوا، ده ساهم بشكل كبير جدا إن هم وفروا
مش عايز اقول حمايه، عايز اقول ان هم وفروا عداله المنافسه للمنتج المصري مع المنتجات المستورده اللي كانت بتخش بطرق غير شرعيه. الحقيقه الدوله بذلت مجهود كبير في هذا الموضوع بشكل جيد جدا، وده ادى مساحه للمنتجين المصريين اللي هم يبرزوا قدراتهم ويطلعوا منتج منافس محليا ودوليا. عندنا مصر عندها فرصه ذهبيه حاليا عشان زياده الصادرات المصريه في كافه القطاعات، واحنا قلنا السنه دي تنفيق زيادة الصادرات المصريه وصلت ل 35 مليون دولار. هذا الرقم بوسط التحديات هو رقم مميز جدا، ان شاء الله السنه الجايه هنوصل للرقم اكبر من كده. قطاع الملابس الجاهزه ماشي على نفس الظهر بتاعت باقي القطاعات في الزياده المتصله ان شاء الله. وبحسب الخبراء فإن تنظيم مثل هذه المعارض يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالصناعة المصرية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في عالم متغير يضع الجودة في مقدمة أولويته. تفقد وزير النقل كمال الوزير ووزير البنية التحتية الرواندي مشروع معالجة وتنقية كجال بالك المقام على نهر كاتجرا أحد روافد الهامة في مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط. واستدعى الوزيران إلى عرض فني على المشروع الذي يقام بنظام الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام ويتم تنفيذه عن طريق تحالف مصري عالمي. تأتي زيارة الوزير لرواندا من أجل بحث تعزيز التعاون في مجالات النقل وزيادة الاستثمارات المتبادلة. تحتفل مصر اليوم بمرور عام كامل على تسلمها لرئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة الأنكاو. وأكد وزير ري كامل الوزير على تحقيق العديد من الإنجازات خلال هذا العام، مشيرا إلى توقيع الأنكاو برئاسة مصر خطاب الالتزام بقيادة المسار الإفريقي للإعداد للمنتدى العالمي العاشر للمياه. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة لمدة عام دون أي مقابل من أجل استكمال التنفيذ بجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة باستثناء أراضي ابن بيتك. وأشارت وزارة الإسكان إلى أنه يتم خلال هذه الفترة استخراج التراخيص. بحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي ميسكو برهاني أنشطة التعاون الاستراتيجي في مجال البيئة والمناخ. وخلال هذا اللقاء أشادت المسؤولة بالشراكة مع مصر في تنفيذ برنامج سياسات التنمية والقيام بدور رائد في أجندة المناخ العالمية. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ان بلاده اعادت فتح مصفات الشمال في ببجي بعد اغلاقها لاكثر من 10 سنوات. وكان تنظيم داعش الارهابي قد سيطر على المصفات في عام 2014 وتعرضت لاضرار بالغه من القتال بين التنظيم وقوات الامن العراقيه التي تمكنت من استعادتها. ختام نشاطنا الاقتصادي وعودة من جديد إلى الزملاء محمد جوهر وفاطمة نبيل وسيف البنورما. تفضل فاطمة. شكرا لك يا أحمد. أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بقرية كفر مويس بمحافظة القليوبية. وشملت القافلة تقديم الفحوصات الطبية للمرضى بأحدث الأجهزة الطبية وصرف العلاج اللازم لهم، كما يتم تسليم النظارات الطبية بسعر منخفض مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات. العين مرآة الروح، ولا شك أن سلامة النظر وصحة العيون من أساسيات الحياة المتوازنة، فالعين تتعرض يوميا للعديد من المؤثرات والأضرار التي تقلل كفاءة البصر وتسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية. لذا جاءت قافلة التحالف الوطني للعيون بقرية كفر النيس محافظة القليوبية لتجنب المواطنين هذه المشاكل والمحافظة على سلامة العيون. مشاركة اجتماعية جميلة، مساعدة، تعاون، كشف، طمأنينة، يعني حاجه جميله. دور التحويل بدون يعني بدون مجاملات، يعني
ما شاء الله دي حاجه مشرفه للبلد وحاجه تفيد البلد، لان ما عندناش دكاتره للعيون ولا مراكز للعيون، اقرب حاجه هنا بنها ومسافه بعيد عننا، وما شاء الله الحاجه التذكره اطعامها هنا ببلاش، والنضاره فيه نضارات ببلاش، وفي عمليات اللي محتاجه عمليات برده من غير اي مصاريف. النظر كان ضعيف شويه، فالقافله يعني جابت نتيجه كويسه معانا هنا في الارياف. دي مش اول مره تيجي يعني، وحضرتك احنا يعني هنا كويسين، القافله يعني كويسه وجايبه نتيجه يعني كويسه معانا. حاجه كويسه ان يعني في ناس كتير قوي مش قادره ان هي تروح مستشفيات حتى لو حكومه او كده، دي حاجه قريبه من البلد وحاجه كويسه. وبنسمع ان هنا بيعملوا نظارات ببلاش، وبيعملوا لو حد محتاج عمليه حاجه، وبعدين اطفالنا وكده بنطمن حتى عليهم. القافلة قامت بتوزيع كشف طبي على 100 حالة وإجراء الفحوصات والإشاعات وفحص كامل لقاء العين لهم بالمجان، كما تم تسليم نظارات طبية بأسعار رمزية لضعاف البصر. احنا النهاردة جايين لفكرة الفحص والاكتشاف لأمراض العيون، لأن دي خدمة شوية حساسة وصعب ان احنا نلاقي اي حد يكون بيقدم الخدمة ديت. نقبة من الكوادر المتميزة في مجال طب العيون وجراحاتها يقدمون الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالمجان وتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية المختلفة. القافلة بتستهدف 100 فرد، بنقدر من خلال الكشف نصنف القافلة لنظارات سواء علاج سواء عمليات. بنبدأ بعد كده بتاع النظارات بيبقى موجود تبع القافلة، بنستخرج معاهم النظارات ونديهم معاد أقصى حاجة أسبوع. دايما على اتصال مع بعض، ودايما بيقدموا لنا المساعدات قوافل الطبية. كل فترة ننزل البلد عندنا بكفر مويس نقدم مساعدات قوافل مجاني لأهل بلدي. نجاح كبير حققته القافلة وتجسد في إقبال حاشد من المواطنين الذين طلبوا تكرار القافلة الطبية لأمراض أخرى. التحالف الوطني منذ تأسيسه وحتى الآن لا يزال مصدر العطاء الإنساني، وتأتي قافلة العيون لتفعيل هذا الدور المجتمعي والإنساني بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورفع العباء عن كاهل المواطنين وارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. من كفر مواس محافظة القلوبية، سيد زيد، إني للأخبار. ما زالت مستمرة ونتابع بعد الفاصل. مصر تتصدر المشاركة في معرض مسقط للكتاب بأكثر من 800 دار نشر. أكد رئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد رشاد أن مصر تصدرت قائمة الدول المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 28 ب 128 بل 28 دار نشر. ويشارك في الدورة الحالية أكثر من 840 دار نشر من 24 دولة ما بين دول عربية ودول أجنبية. مشاركة مصرية واسعة شهدها معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته 28، دورة اجتمع فيها القارئ والناشر والكاتب بمختلف ثقافاتهم، ما يؤكد على انه ملتقى كل الثقافات في العالم. سلطنة عمان لها تاريخ طويل ولها حضارة كبيرة جدا، وهناك قارئ واعي ومثقف ويبحث دائما عن الجديد. دائما معرض مسقط بيتطور من عام الى عام. تتنوع الكتب التي يقدمها الناشرون المصريون في معرض مسقط الدولي والتي تلبي اهتمامات القارئ في المعرض، لتأتي الكتب الفلسفية والتاريخية والأدب المترجم في صدارة اهتمامات زائر المعرض. مصر هي رائدة في مجال النشر ومن أقدم الدول في مجال النشر، وهي أكبر عدد ناشرين في كل المعارض تقريبا بتكون الكتب المصرية يعني. فطبعا معرض مسقط احنا دايما بنواظب على الحضور فيه. من أهم المعارض اللي بتقام في الوطن العربي، حضرتك بتبدأ من طلبة المدارس في أول يوم حضرتك بحضور الطلبة بالبنات والأولاد على المعرض ويقرأوا ويهتموا بالكتب التاريخية والروايات وكتب عن عمان وعن مسقط. يشار إلى أن عدد الدول المشاركة في المعرض هذا العام بلغ 34 دولة ب 847 دور نشر، وتصدرت مصر الدول المشاركة ب 128 دور نشر، تلتها سلطنة عمان ثم لبنان. تظاهرة ثقافية ومهرجان سنوي تشهده سلطنة عمان التقت فيه ثقافات والعقول من الشرق والغرب في تواصل فكري، لتأتي مصر في مقدمة المشاركين من حيث عدد دور النشر، وهو ما يبرهن على ثراء الإنتاج الثقافي المصري وعمق العلاقات المصرية العمانية في شتى المجالات. أسمع حسن أني للأخبار. ختمنا نشرتنا، هذا تذكير بأبرز العناوين.
الرئيس السيسي وعاهل الأردن يبحثان الأوضاع في غزة ويؤكدان الرفض الكامل للتصعيد. الأونروا تحذر من أن خدماتها في غزة والضفة الغربية أصبحت مهددة بسبب وقف التمويل. رئيس الوزراء يؤكد أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة هو شراكة وليس بيع أصول، وسيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين. كل هذه الأخبار والمزيد دائما على now.eg ومصير.eg. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة. إلى اللقاء.